موسى جزاع موسى حجازين، ولد في 2 فبراير لعام 1955، هو ممثل أردني بارز، ولد في قرية السماكية بمدينة الكرك. اشتهر بتمثيله الكوميديا الساخرة بدور سمعة وأبو صقر، وشارك بالعديد من المسرحيات والمسلسلات الكوميدية. بدأت موهبة حجازين في التمثيل منذ الطفولة، لكن لم يجد طريقا لدراسة التمثيل فاتجه لدراسة الموسيقى. اجتاز امتحان القدرات في وزارة التربية والتعليم ليسافر إلى مصر لدراسة الموسيقى بمعية سحر العوران وفتحي عبده موسى، وهناك في جامعة حلوان تتلمذ على يد أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية، وعاد بعد 5 سنوات بشهادة التربية الموسيقية. عمل مدرسا للموسيقى في المدارس الأرثوذكسية. كان أول ظهور لحجازين في مسلسل حارة أبو عواد الجزء الثاني بدور قهوجي بشخصية سمعة، ثم في مسلسل الشريكان، ثم في مسلسل العلم نور. يتخصص حجازين بالكوميديا الساخرة بمسرحياته التي تجسد الواقع السياسي والاجتماعي. كما اشتهر موسى حجازين بشخصية أبو صقر، وهي شخصية إنسان مكافح متقاعد من الجيش، ويتصرف مع الآخرين بأسلوب عسكري مضحك وإنساني. الفنان موسى حجازين ليس ممثلا فحسب، فقد كان عضوا في فرقة الفحيص للفنون الشعبية، وهو عازف بارع على آلة العود ويغني بصوت جميل يميل إلى الحزن. نال وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة تقديرا لجهوده المتميزة في رفض الحركة الفنية الأردنية بالأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تعكس واقع المجتمع الأردني. من أشهر أعماله التلفزيونية والمسرحية مسلسل حارة أبو عواد، مسلسل العلم نور، مسلسل الشريكان، مسلسل لا تجيب سيرة، مسرحية شيغاد، مسرحية زمان الشقلبة، مسرحية سمعة في أمريكا، مسرحية حاضر سيدي، مسرحية ابتسم أنت عربي، مسرحية هاي مواطن، مسرحية هاي أمريكا، مسرحية إلى من يهمه الأمر، مسرحية مواطن حسب الطلب، برنامج لا تجيب سيرة، مسرحية الآن فهمتكم. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.